بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم هي عبارة عن مثال توضيحي يوضح مسألة الـ Power Flow في الدائرة المكافئة للـ Induction Motor. نأخذ الداتا اللي موجودة بالمثال 208 فولت 4 بول 4 أقطاب 60 هرتز الفريكونسي. هذا أكيد كله بالنسبة للـ Supply Well Connected Wound Rotor Induction Motor rated at 15 HP horsepower. Its equivalent circuit components منطين الـ R1 الـ R2 الـ XM Magnetization Reactance الـ X1 Leakage Reactance بالنسبة للـ Stator الـ X2 Leakage Reactance للروتر. منطيني الـ Mechanical أو يسموها Rotational Losses 300 واط. الخسائر أخرى بي مسك تساوي صفر. البي كور خسائر الحديد من السليب 0.05 اللي هي 5%. شي يريد من عندي اللي يريد اللاين كيرنت ويقصد به انه هذا التيار اللي يمر بهذا البرانش. الستيتر كوبر لوسز الاير جاب باور الباور كونفيرتد فروم الكتريكال تو ميكانيكال فورم بي كونفيرشن converted الانديوس تورك load تورك وسنشن بأثناء حل المثال نشوف شو الفرق بين الانديوس واللود overall machine efficiency الموتور سبيد revolutions per minute and radian per second. يريدها بدلاء الN of R ويريدها الأوميغا of R. واحدة revolution per minute والثانية rad per second. هسه نجي هنا هو منطيني الدائرة المكافئة ما أحتاج للتحويل وإنما راح أخلي الإليمنت كلها كاملة. هذه الـ IA Supply Voltage R1 الـ X1 الـ XM وهنا المفروض أكو على التوازي R0 أو في بعض المصادر الـ RC اللي هي تمثل لي الـ Core Losses أو الـ Iron Losses. معناه هذه الدائرة هي دائرة الستيتر والـ IA هو عبارة عن مجموع الاتجاه للـ I0 الـ No Load Current والـ I2' اللي هو نظير أو ما يقابله ما يعادل تيار الـ I2 Reflected to Stator. محاضرات سابقة قلنا هذه النقطتين هي عبارة عن A و B مثلناهن وهذه هي دائرة الروتور. قلت هنا أنا ما يحتاج أحول بأنما منطيني هو كلها ما احتاج refer to stator يعني ما احتاج turns ratio أو transformation ratio. بالمناسبة كثير من الطلاب عندنا هنا في كتابكم المنهجي الـ transformation ratio أو turns ratio ياخذها الـ N2 إلى N1 وتساوي K. أنت من تحل ما مشكلة أنه أخذت الـ N1 إلى N2 تساوي K بس تفرض أنت بالبداية وتطبق صحيح فما حتأثر لك سواء تضرب من تحول refer to stator راح في أحد الحالات راح تتقسم وفي أحد الحالات تضرب به حسب التحويل مالتك. يعني هذا مو قانون وإنما هي فرضية الـ N2 إلى N1 يساوي K أنا أريد أفرضها الـ N1 إلى N2 تساوي K. أوكي ماكو أي مشكلة بس تطبق بشكل صحيح. بالنسبة للزد بالإمبيدنس راح يتغير شنو بالنسبة للفيش راح يتغير وهكذا. فنيجي هسه للمطلب الأول اللي هو يريده line current IA التيار اللي يمر بهذا البرانش قلنا البرانش refer to stator branch rotor. أسهل طريقة easiest way to find the line current or the armature current is to get the equivalent impedances اللي هي منه هذا كلية ال X2 يعني مع الاحتفاظ بالإنه هذا complex number أو JX2 والR2 of S الR2 العفو على S. ليش الR2 of S على S؟ لأن هي الR2 هذه زائد اللود ريزيستنس الR2 واحد ماينص S على S هي عبارة عن R2 هذول مجموعهم اثنينهم هي الR2 على S. لو تجمعهم كمقاومات راح تطلع لك عندك الR2 على S. وإحنا دائما نمثل هذه ما خليها حتى نميزها عن الدائرة الروتر نقول R2 داش الـ X2 داش لأنه هو refer to stator. فإذا أخذت الـ equivalent impedance لهذا البرانش على التوازي ويل excitation reactance الـ JXM
راح تعطيني دائرة مكافئة لهذه، مكافئة بكل معنى الكلمة، أنه شو اللي يتطبق على هذه الدائرة ممكن أنه يطبق على دائرة المكافئة. كل كومبوننت هي نفسها، مجرد حولتها من صيغة إلى أخرى. بعدين and then calculate the current, calculate the current as the phase voltage divided by the sum of the series impedances as shown. صارت تساعد هذه دائرة التوالي بالنسبة للستيتر، وهذه هي الدائرة الثانية التوالي. ال x of f هي equivalent لهذه two branches، وال r of f هي المقاومة المكافئة، يعني هذا الريال بارت، هذا الإيماجينري بارت. ال equivalent impedance يا إما أقول إنه حاصل ضرب هذه الإمبيدنسز مع الروتر في هذه على مجموعهم كلهم، أو أقول الزت أوف إف تساوي واحد على واحد على جي إكس أوف إم زائد واحد على الإمبيدنس لدائرة الروتر. فراح تطلع لي عندي الزت أوف إف عبارة عن تو بارت، الريال بارت اللي هو المقاومة الآر إف، والإيماجينري بارت الرياكتنس، وعدي زاوية بيناتهم 19 درجة. طيب بما انه كونكشن للكونكشن ماتيريال ستار كونكشن، اذا الفيز فولتج راح اقسمه على جذر 3 120 فولت. سو اللاين كرنت الاي ال صارت عندي دائره توالي عاديه، هي الاي ال راح يساوي الاي اي الفيز فولتج على مجموع الامبيدنسز اللي موجوده، الار 1 زائد الجي اكس 1 زائد الار اف الايكوفلنت ريزيستر زائد الجي الاكس اف الايكوفلنت رياكتنس. طلع عندي الاي لود راح يساوي الاي اي، ويساوي 42 مقداره كمقدار، وناقص 25 درجه اكيد لاج الفولتيه. هسه اريد الستيتر كابر لوسز، قلت انا عندي دائرتين، هي دائره الستيتر ودائره الروتر. الستيتر كابر لوسز عندي النحاس هو عبارة عن الملف لمقاومة داخلية، فبالتالي الـ PS subscript الـ S stator C copper الـ L losses، بما أنها ثلاث فيازات فهي ثلاثة مربع تيار الـ IA اللي هو نفس الـ I load في R1، لأن يعني هذا بالـ stator. طلعت عندي 1180 واط. زين هسه الـ input power وخرت من عندها الستيتر كابر لوسز، المفروض ايضا اوخر من هذه الكور لوسز للستيتر. هنا أنا بطريقه او باخرى بما انه ما اقدر افصلها، بالاخير راح اطرح من الكل بحيث انه احصل على بيور اوتبوت. هسه عندي القدره اللي موجوده في الاير جاب، الاير جاب باور البي اي جي هي القدرة اللي موجودة بالفجوة الهوائية مخزونة، وراح احولها للروتر. بما انه اكتب باور فهو ثلاثة، وانا الاكتب اليمنت هو الار 2 على اس 3 في الاي 2 سكوير في ار 2 على اس 3 اي اي سكوير، لانه هنا قلنا الاي لود هو نفسه الاي اي في الـ RF. زين ليش هنا الـ RF وهنا الـ R2 of S؟ هسه يجي نوضح هذه، لأنه الـ RF هي عبارة عن الـ R2 زائد الـ R2 واحد ماينس S على S، لو تجمعهم كلهم راح تطلع الـ R2 على S. فهذه نوضح هنا هذه العملية نوت ذات إنه 3 أي 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 سكوير الـ RF is equal to هذا اللي مكتوب من هنا 3 كونستانت، 3 كونستانت معناها هذا الـ I2 سكوير R2 على S، قلنا هنا هذه لحتى الميزة R2 داش IA سكوير RF. Since the only resistance in the original rotor circuit was the R2 على S، هي R2 زائد ال R2 واحد ماينس S على ماينس S على S، راح من تجمعها تطلع ال R2 على S. والresistance in the thin equivalent circuit
هي الـ RF، فلذلك هو الريال بارت راح يبقى نفسه بالبرانش الثاني JXM. The power consumed by Thevenin equivalent circuit must be the same as the power consumed by the original circuit. فالـ PAG صارت واضحة عندي الـ IA2 square R2 على S أو الـ RF، طلعت عندي 12.54 كيلو واط. هسه يريد الـ power converted from electrical to mechanical form. هذه دخلت لسه للروتر، أتخيلها للأجزاء مال الماكينة مالتي أو الدائرة المكافئة، دخلت للروتر. شنو القدرة أو الطاقة اللي راح تتحول من طاقة كهربائية لطاقة ميكانيكية؟ نفس اللي موجودة بالإيرقاب، فقط راح أطرح من عندها الروتر كوبر لوسز. لو جي نلاحظ هنا الكونفيرتد 1 ماينس S في الـ PAG، الـ P هي اللي دخلت للروتر، فـ PAG هذا اللي داخلة للروتر، ماينس S في الـ PAG اللي هي عبارة عن الروتر كوبر لوسز، فبالتالي الكونفيرتد هي 11.92 كيلو واط. زين، هسه الانديوس او يسموه الكترومغناطيك تورك ان ذا موتور، كل القدره اللي اجتها للروتر على السينكرون سبيد. حقيقه هي هذه الانديوس هي عباره عن الكونفيرتد باور على الاوميجا ار، على السرعه أو الـ Angular Speed للروتر، للروتر مو الملفات. الـ Converted 1 minus S في PAG في الـ Air Gap Power، يعني هنا 1 minus PAG. الـ Omega R شسا 1 minus S في الـ Omega Synchron Speed، فبالتالي صارت هذه الـ PAG على Omega Synchron Speed. الـ PAG هي هذه 12.54 كيلو واط. الـ Synchron Speed منطقي معلومات كاملة ممكن أنه ألقاها 1800 revolution per minute، حتى حولها إلى rad per second في 2 pi لكل rad، 2 pi rad لكل revolution، واحد minute قسمها على 60 حتى تصير rad per second، طلعت عندي 66 نص نيوتن متر. هسه يجي هذه الـ induced torque، اريد الـ output torque. هسه طرحت ثاني من الـ converted اللي طرحت من الـ air gap، طرحت الـ copper losses، بعد عندي خسائر اخرى. يعني هذه هي القدره، مو هي اللي تحولت على الشفت، مو هذا العزم اللي يصير على الشفت، فبالتالي الـ output power of this power هي عباره عن converted او conversion اللي هي هذه 1 minus s في الـ PAG ناقص rotational losses، خسائر الفراكشن، خسائر الويندج لوسز. الكور لوسز هنا جمعها كليتها، يعني مطينيها واحدة واحدة، ممكن انه تطرح بيها بالبداية ومية بالثانية على اساس انه اثنينهم مساواة. الكور لوسز بالنسبة للستيتر والكور لوسز بالنسبة للروتر، وناقص خسائر اخرى stray losses هنا مطينيها صفر، ف 11.9 2 اللي هي الكونفيرتد ناقص 300 روتيشنال لوسز او الميكانيكال لوسز، ناقص 200 كور لوسز 11.42 كيلو واط. هسه عندي الاوتبوت سبيد اللي هو قلنا هذه الاوميجا ام، لان ام هنا ريفولوشن بير، العفو ريفولوشن بير مينيت، بدلاله الان اوف اس ريفولوشن بير مينيت، ايضا 1 ماينس اس في الان سينكرونس، هتطلع 1710 ريفولوشن بير مينيت. لذلك load torque هو P out T load torque P out اللي على الشفت الصافي، ممكن أسميه الجروس، على سرعة الروتر 11.42 على 1710 revolution per minute. هنا عندي rad per second 2 pi rad لكل revolution، واحد منت على 60 حتى تحول rad per second، تطلع عندي 63.8 نيوتن متر. بنقارنها
بالانديوس اشوفها جدا منطقيه، لان هنا 16.5 راح من عندها لوسس 63.8 نيوتن متر. هسه عندي الاوفر اول افشنسي، كنا نعرفها البي اوت على البي ان هي بيرسنت 100% كنسبه مئويه. الانبوت هنا هو 3 في فيز اي فيز كوساين ثيتا. الاوتبوت 11.42 3 120 42 التيار، اللود هو نفسه للاي اي، والكوساين ثيتا هو 25.5 في 100%، طلعت الافشنسي مالتي 83.2%. هسه يريد الموتور سبيد الريفوليوشن بير مينيت، لقيناها 1710، يريدها بالرات بير سكند. أوميغا أم رات بير سكند شو يساوي؟ 1710 بالريفوليوشن بير مينيت، قلنا كل 2 باي اللي يتمثل لي راد الريفوليوشن واحد 360 درجة 2 باي دورة كاملة، الدقيقة الواحدة هي عبارة عن 60، فمن أريد للثانية قسم على 60 راح تطلع عندي 179 راد بير سكند. أتمنى تكون أنه واضح هذه المحاضرة والباور فلو بالنسبة لي.